السلام عليكم اخواني، ان شاء الله امكم كلها طيبه. جميعنا عانى من السفر بطريقه او باخرى بسبب كورونا، اللي دفعت بينا اننا ما نسافرش جوا ونقطع المسافات باش نلتقي مع الاهل والاحبه، والسفر للاستجمام او السفر لاغراض تجاريه او لاغراض طبيه او حتى كذلك السفر من اجل الدراسه او لحضور ملتقى فكري او علمي. يعني جميعنا عانى من عدم قدرته على السفر، وكل واحد فينا اكيد راه ينتظر العوده الطبيعيه لحركه الملاحه الجويه باش نعيد تنفس الصعداء مرة ثانية. أكيد ويقينا هذا الأمر راح يحدث، ولكن السؤال هو من جهة متى، ومن جهة أخرى كيف. في هذا التسجيل راح نجول معكم إخواني أخواتي في رحلة قصيرة، ونحدثكم فيها عن آفاق السفر الجوي بعد كورونا، كيفاش راح يكون السفر، متى يتوقع أنه يعود لمساره الطبيعي كما كانت الأمور قبل جائحة كوفيد 19. يلا بنا مع بعض، ولكن قبل بدء ما تنسوش دعمي عن طريق الاشتراك في قناتي باش يوصلكم مني كل جديد. في شهري أبريل ومايو سنة 2020 كان هناك توقف شبه تام في حركة السفر الجوي العالمية، والتراجع وصل إلى نسبة 90% مقارنة مع أرقام 2019 و2020، ولكن مع كل هذا أحدث تحسن في بعض مناطق العالم. ففي جمهورية الصين الشعبية أين تم احتواء الفيروس بشكل جيد، السفر الداخلي وصل إلى الحد الطبيعي، وكذلك هو الأمر بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا. أمريكا كذلك بدأت تتعافى، أما في باقي دول العالم القيود والإجراءات الصحية لا زالت تقيد السفر، وإذا كنا ما زلنا نشوف عدد معقول من الحالات في المسافات الطويلة فالسبب يعود إلى الشحن الجوي اللي ما زال قوي نسبياً. إذا حبينا نتحدث عن الخسائر بالأرقام فتذكروا أنه في 2020 أشارت التقديرات إلى خسائر شركات الطيران إلى ما مقدره 370 مليار دولار مقارنة بسنة 2019. وللإشارة هذا متعلق فقط بشركات الطيران، الرقم يكون أكثر بكثير عندما نضيف سلسلة التوريد والقطاعات الأساسية وكذلك القطاعات الفرعية. يعني إذا جمعنا كل هذا والخسائر ربما نجد أنها تفوق نصف تريليون دولار بين صفوف شركات الطيران وكذلك القطاعات المرتبطة بالسفر الجوي. ضف على كل هذا كذلك ما ننساوش الخسائر اللي يتركها هذا والأثر اللي يتركه كوفيد 19 على الموظفين أيضا، من طيارين، من مضيفين جويين وميكانيكيين. والأدهى من كل هذا أنه لحد الآن لا يوجد مسار واضح للعودة. في اعتقادي أنه شركات الطيران اللي راح تبقى على قيد الحياة هي تلك التي تكون محظوظة في تلقي الدعم الحكومي، أما رؤية العودة يعني على شكلها الطبيعي للسفر الجوي كما كان قبل كوفيد 19، فصراحة أنا شخصيا ما نشوفش هذا الأمر يحدث قبل سنة 2022 أو 2023 أو حتى قبل سنة 2024 كأقصى تقدير. الله سبحانه وتعالى خلق الوقت وقسمه إلى ثلاث أجزاء: الماضي باش نستفاد من عثراته ومن تجاربه، الحاضر باش نعيشه بكل حب وتفاؤل وسلام، والمستقبل باش نخطط له. وما بعد كوفيد 19 هذا يدخل في إطار المستقبل. وفيما يخص التنبؤ بالمستقبل بعد كوفيد 19 هناك نقطتان رئيسيتان يجب الإشارة إليهما. أولا درجة تعافي العالم من التبعات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد 19، أما النقطة الثانية فهي السرعة اللي رايحين من خلالها عمليا، أقول وأؤكد عمليا، من طي صفحات الفيروس.
جميعنا اعتقد أن الفيروس لن يدوم طويلا، إلا أننا تفاجأنا أنه الآن الأمر قد اقترب من السنتين، وكذلك تفاجأنا بالسرعة اللي من خلالها تم تطوير اللقاح المضاد. الآن بدأنا نرى بعض البشرى، ولكنها لا زالت بشرى غير مكتملة، وأملنا في كرمه وجوده علينا سبحانه وتعالى. ربما قد تكون النظرة الأكثر شؤما هو أن العودة إلى ظروف السفر اللي اعتدنا عليها قبل كوفيد 19 لن تكون قبل 2024 مثل ما ذكرت من قبل. وكم أتمنى صراحة، أتمنى أن أكون مخطئ في هذا وأن تكون أقرب من هذا التاريخ، ولكن اسمحوا لي إخواني أخواتي أنني أذكركم أنني أنا أحدثكم بطريقة علمية من خلال الشيء اللي قريته ومن خلال الشيء اللي استمعت إليه، وكذلك من خلال ما ناقشته في اجتماعات مختلفة على منصات متعددة حول كوفيد 19 ومخلفاته. ولكن مع كل هذا هناك الكثير من الأخبار السارة وسط كل هذه الغيوم، فرغم أن العواقب الاقتصادية وبدون شك كانت كبيرة، ولكن ولله الحمد الأسواق العالمية لم تنهار مثل ما حدث في الأزمة المالية العالمية منتصف سنة 2007 حتى بداية سنة 2009. عندما تحدث عن السفر الجوي هنالك أنواع مختلفة من السفر اللي يمكن إنجازها في مثلا السفر لمناقشة وعقد صفقات تجارية، هنالك السفر للدراسة، هنالك السفر للعلاج، السفر للترفيه، وهنالك نوع آخر من السفر اللي ما يتأثرش مثل ما ذكرت من قبل بكوفيد 19 وهو السفر الشحن الجوي لنقل السلع والمعدات. عند عودة الملاحة الجوية إلى شكلها الطبيعي أتوقع أن السفر للترفيه سيكون الأسرع مقارنة بباقي أنواع السفر على غرار السفر لأغراض تجارية أو للدراسة أو للعلاج، والسبب يعود إلى وجود التكنولوجيا اللي أصبحت تسمح أن الإنسان يتفاعل من خلالها عن بعد، خاصة إذا تعلق الأمر بعقد اجتماع أو الدراسة أو حتى العلاج. منصات مثل جوجل زوم وجوجل كلاس رومز وجوجل تيمز كلها أصبح بإمكانها أنها تحل محل السفر لأغراض تجارية أو الدراسة كما اعتدنا عليه من قبل. وأغلب الظن أن هذا النظام الجديد في استعمال التكنولوجيا سيكون المعتاد مستقبلا. في حديثي عن العلاج والتداوي عن بعد يجب التذكير هنا أنه هنا في لندن هنا من كل 6 مواعيد مع الطبيب 5 منها فقط تتم عن طريق الهاتف، وموعد واحد فقط يكون عن طريق زيارة العيادة في حضرة الطبيب. بالعودة إلى موضوع النقاش، حتى لو عاد الطيران مع نهاية 2022 ففي اعتقادي أن القطاع لا زال غير مهيئ بعد لاستيعاب الطلب الهائل اللي راح يواجهه بعد ما منع الناس من السفر على مدار سنتين. الكل يريد أن يسافر في نفس الوقت، ولكن هذا الأمر يتطلب إعادة تهيئة المطارات وكذلك إعادة تهيئة الطائرات اللي كانت هي الأخرى مغلقة على مدار سنتين، ناهيك عن استدعاء الطيارين والتقنيين والموظفين الذين منحوا إجازات طويلة وبدون راتب، وربما منهم الكثير اللي أصبح اليوم يشتغل في قطاع آخر غير الطيران. كخلاصة، حتى لو عاد الطلب في وقت مبكر إلا أن أحجام السفر الكبيرة قد لا تعود مع مرور وقت طويل من سنة 2023، لأن هذا القطاع وببساطة غير مهيئ بعد لاستيعاب هذا العدد الكبير من الطلب. بالعودة للحديث عن السفر لأغراض تجارية والسفر للترفيه، يجب التذكير بالآتي: السفر لأغراض تجارية عادة ما يتم حجز تذاكره في آخر لحظة
إما على درجة رجال الأعمال أو على الدرجة العادية، ولكن عادة في آخر لحظة، ما يعني تذاكر غالية. السفر للترفيه عادة ما يتم حجز تذاكره قبل موعد السفر بوقت طويل، قد يصل أحيانا إلى سنة كاملة، ما يعني تذاكر رخيصة. في السابق كانت شركات الطيران تقلل من عدد مقاعد المسافرين للترفيه على درجة رجال الأعمال، آملين أن الشركات ستملي أي فراغ في آخر لحظة وبأسعار عالية. هذا الأمر مع الزوم ومع التكنولوجيا كله سوف يتغير، وسوف يكون إقبال أقل على السفر لأغراض تجارية مثل ما ذكرنا من قبل، ما يعني أن شركات الطيران سوف تجد نفسها مجبرة على إعادة النظر في خدماتها، في تسعيراتها، لخدمة شريحة أكبر للذين يرغبون في السفر للترفيه. هذا الأمر يعني كذلك إعادة النظر في المقاعد اللي كانت تحكمها الشركات من قبل وإعطائها للأشخاص المسافرين للترفيه. عندما يحصل كل هذا، قد نرى تحولاً نحو حركة السفر بين الوجهة والمقصد مباشرة بدون ما يسمى بالترانزيت. هذا النوع الجديد من السفر راح يولد إيرادات أدنى لشركات الطيران ولكثير من المطارات، ما دام الأشخاص صاروا الآن يسافروا مباشرة من وجهتهم دون التوقف في مطار عبور، ولكن هذا الأمر لن يكون دراماتيكي. دائماً في موضوع التسعيرة يجب التنويه على الآتي: زبائن شركات الطيران عبر العالم بلا استثناء باتوا الآن أقل مرونة بكثير من السابق، ففي الماضي كانت شركات الطيران تطرح تذكرة بسعر منخفض جداً، وكان الناس يتهافتوا على هذه التذكرة. حالياً ومع تداعيات كوفيد-19 ليس سعر التذكرة وحده اللي يجعل الناس يسافروا أو أنه يجعل الناس يمنحهم من السفر، وإنما هنالك معطيات أخرى مثل الخوف من الإصابة بالعدوى أو الخشية من أنه يعلقوا بالخارج وأن توصد أبواب بلدهم في وجوههم. إخواني أخواتي، كانت هذه بعض النقاط كما أراها أنا بخصوص السفر جوا بعد كوفيد-19. في الأخير أقول لكم أن الدنيا لا زالت بخير، يقينا كوفيد سوف ترحل، ويقينا سوف يتعافى العالم، ويقينا كذلك سوف تعود الحياة على ما كانت عليه من قبل وأفضل. فقط الأمر يحتاج الوقاية والأخذ بنصائح أهل الاختصاص في الرعاية الصحية. كان معكم الأستاذ محمد خالدي من العاصمة البريطانية لندن في تحليل عن حركة الملاحة الجوية كما أتوقعها أنا أن تكون بعد كوفيد-19. في الأخير تذكروا أننا نؤمن بالحوار، فبدلاً من الذهاب إلى الحروب نفضل كسر الحواجز. We believe in dialogue instead of going to wars. We prefer to break wars. والسلام عليكم.